يعني وصفتنا اليوم مرة سهلة ولذيذة وحلوة، صينية، لكن صينية مختلفة عن الصواني اللي سويت لكم اياها كلها من قبل. بسوي صينية بدجاج بالصويا الحلوة، مرة لذيذة وبتعجبكم، متأكدة ان نكهتها غير غير غير، جدا مختلف، لذيذة مرة. اول شي بنحضر الصوص. طبعا انا عندي هنا البطاطس قليتها نص قضي، وعندي هنا البصل، حابين ثوم ضيفوا، حابين اللي حابين تضيفوا من الخضار ضيفوا، باذنجان، كوسة، اللي ودكم. لو ولدي أسامة موجود أضفت كوسة، بس الله يحفظه ويستر عليه ما هو موجود، فبسويها بدون الكوسة والباذنجان لأنه هو يحب الكوسة. في محضرة الطعام بنضيف المكونات اللي ذكرت، ما ذكرتها لكم، المهم هنا بصل مقلي، مش ذا، فول سوداني أنا حمصته، حمصي شوي بعد للزينة إذا أنت حابة. عندي هنا فليفلة، وعندي معجون طماطم، تمام طاح كله، عندي كزبرة، طيحي، وعندنا زيت، عندي صويا حلوة، بعد كذا راح نضيف البهارات. عندنا البهارات هنا كركم، ثوم بودرة، بصل بودرة، ملح وكزبرة. عندي هنا كاري من التوليفة، مجموعة التوليفة اخترت الكاري من مجموعة التوليفة، بهارات الماجي، او اذا ما عندك حطي مكعب ماجي، بس طبعا اكيد ما جينا مش اي اي ولا زي زي. حطينا في صينية فرن، حطينا زيت، بضيف البصل وبضيف البطاطس المقلي نص قلي، برش عليه رشة ملح، رشة فلفل، شوي بس بحركهم عشان يختلطون مع بعض افضل. نكهتها يا بنات عجيبه، زي ما قلت لكم اللي حابه باذنجان وكوسه ضيفوا. لولادي هنا حطيت، بس لان اخوانا ما ياكلون صراحه لا الكوسه ولا الباذنجان، انا بس اللي اكلها فماني حاطه. راح اخذ قطع الدجاج، تقطعينها اربعة وتقطعينها اثمان براحتك، منزوعة الجلد مش منزوعة الجلد براحتك، بس انا دائما احب لما ادخلها الفرن احب انها تكون بالجلد. هنا بنات عندنا الصوص اللي حنا سويناه، راح اضيفه على الدجاج بهذا الشكل، ريحته ياخذ القلب، بضيفه مرة مضبوط زي كذا، واحاول اني افرك فيه الدجاج. حطيت بنات هذا، بحط شوي موية، حطيت الصوص يعني قصدي، بحط شوي موية مو كثير، شوي شيء مرة بسيط، مرة بسيط يعني دوب ربع كوب من الموية بس. بنغطيها بورق الزبدة والقصدير وندخلها الفرن تقريبا ساعة ونص. بنات الدجاج فكيت عنه القصدير، بس شايفين السوائل اللي طلعت هذه، ودي اني احطها بهذا الشكل اللي طلعت هنا، ودي اني احطها كذا، عرفتوا عليها، وارجع ادخلها الفرن تاخذ لها التحميرة الحلوة، ريحتها مو عادية مو عادية ابدا. رجعت الفرن بس ما قدرت ارجع بدون ما اتذوق، هاي ثاني قطعة اتذوقها، مو عادي مو عادي، طعم الصوص مش طبيعي، تعرفون مش طبيعي يعني مش طبيعي، معنى هذا الكلام انه بتسوونها اجباري قد ما هي لذيذة. هنا بنات بالبصل اصلا المقلي والجاهز، طبعا و شو اسمه ذا الفول السوداني حمصته، وشوية كزبرة، وبالعافية مع الخبز أو الرز. اللذاذة مليون يا جماعة، مليون
مليون وحتى بعد يومي 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 يومي. والبطاطس الذايب حطه في خبيزة، طبعا حطه معه شطة، أنا ماني حاطة شطة، ولا ودي بصامطرة معاه وعصرة ليمونة لو تبون. ويا سلام اللذاذة ما أحكي لكم، ما أحكي لكم، ولا أطلق مطعم في إندونيسيا ولا أطلق. شوفوا يا جماعة، نزلت لكم الوصفة واشتهيتها، وكنت مطلعة صدور دجاج بصلح وصفة ثانية، قمت قلت خلاص بصلحها نفسها بالصدور الدجاج، بس الحين بنقل البطاطس. هنا الخلطة زدتها شوي موية خليتها تكون سايلة، وبزيدها موية أكثر علشان أبيها تكون صوصي كذا، بقدمها اليوم مع رز. شفتوا أنزلكم الوصفة وأشتهيها.